قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وقال: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. في الآية الأولى ورد لفظ العيون، وفي الثانية ورد الأعين، فما الفرق بينهما؟ العيون والأعين مثل أعيان وعينات وأعينات، كلها جمع لمفردة عين. العيون جمع كثرة، أما الأعين فجمع قلة. في البيان القرآني وردت العيون في 10 مواضع، جميعها تفيد معنى واحد هو عيون الماء. فأخرجناهم من جنات وعيون. في المقابل ورد لفظ الأعين 22 مرة، كلها بمعنى العين الباصرة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقيل إن العين الباصرة لا ترى إلا في مجال محدود، فمدى رؤيتها ليس طويلا. أما العين النابعة فيتدفق منها الماء. ولعل لفظ العيون الذي به حرف مد هو الواو مثالي لتجسيد هذا المعنى.